كابتن عبد السلام مساء الخير. السلام عليكم my brother ميدو how are you السلام عليكم يا أخي ميدو، أتمنى أن تكون في أطيب الصحة. عبد السلام دايما بيشرفني وجودك معايا في البرنامج، وانت كنت لعيب كبير جدا، وانا كنت سعيد الحظ يعني ان انا لعبت ضدك اكتر من مرة في وسط جيل عظيم للمنتخب المغربي، بن زكري، عبد السلام ودو، يوسف روسي، نور الدين نايبت، وليد الركراغي، الحدراوي، يوسف شيبو، بصير صلاح الدين، كاماتشو، مش عايز انسى حد، ولكن عادل رمزي، منتخب قوي جدا وجيل قوي جدا. ولكن كابتن عبد السلام، اكيد اول حاجه ببارك لك طبعا على نتيجه مباراه اليوم والمظهر المشرف والاداء المشرف للمنتخب المغربي، ولكن اكيد يا كابتن عبد السلام يعني الجيل ده جيل قوي جدا للمنتخب المغربي. Yes, مساء الخير. طبعا مساءكم جميعا، الشكر الجزيل لكم. انه من دواعي سرور ان اكون معكم صديقي ميدو، وانتهت هذه الفرصه والسانحه ان احيي الشعب المصري. بالطبع الشكر الجزيل. نعم، تلك النتائج انها مباراه رائعه، وكانت فيها شغف، وكان فيها التنظيم، وكان فيها نظام، ونستحق ذلك، نستحق ذلك الفوز. من المهم جدا للبلاد وللفريق ولكرة القدم عموما. ما نراه عموما في الفرق الأفريقية لقد نضجوا بما فيه الكفاية، يمكنهم التفكير ويكون الانضباط لوقت طويل. من المهم جدا إذا استمرت حال هذه الفرق الأفريقية سوف ننضم لكافة المنافسات. صحيح كابتن عبد السلام، يعني هل بصراحة توقعت أداء المنتخب المغربي اليوم أمام واحد من أفضل منتخبات العالم، خاصة بعد يعني بعد المباراة الأولى أمام كرواتيا، هل توقعت إن الأداء والنتيجة تكون زي ما حصل النهاردة؟ للأمانة كنت توقعت أداء طيبا من المغرب. لماذا؟ لأعتقادي أنها لديها المغرب أفضل اللاعبين في تاريخ المغرب أسره، ونرى أنهم ما زالوا شباب وطموحين جدا، لديهم السلام بينهم، لديهم العلاقات قوية والمتينة، ولديهم عقل يفكرون بهم، هم أذكياء، وتم تدريبهم وهم في الصغر ولعبوا في أوروبا، ويعلمون تماما ما يفعلون، لديهم ذلك الشغف، وكان هناك شغف في تلك المباراة. تعلمون لم يكونوا خائفين أو قلقين أمام بلجيكا أو كرواتيا، إنهم يلعبون بشغف، لديهم الثقة في الجودة. إن الوقت وقت الانتظار، اللحظة الحاسمة والمناسبة لظهور بهذا الشكل اللائق. ده من المهم أن هناك تحسن مغربي على هذا النحو. كابتن عبد السلام، يعني عايز اكلمك في رايك في اداره وليد الركراغي، وانت كنت زميل سابق ليه طبعا في المنتخب المغربي، ادارته للمجموعه من الناحيه النفسيه، وازاي ان هو قدر يستعيد حكيم زياش وحمد الله ودمجهم داخل المجموعه مره تانية بعد ما كانوا مستبعدين تماما من المنتخب المغربي تحت قياده خليلوزيتش.
نعم، عندما أتكلم عليه أريد أن أقول وأشكر أشكر ذلك المدرب، لأن عملية التأهيل ليست بالسهلة، ويجب أن نقدره ونهنئه على هذا العمل الرائع الذي قام به. لقد رأينا إن تلك الأجيال الجديدة، وقل هي أجيال البلاي ستيشن وأجيال الإنترنت، إنهم يتواصلون مع بعضهم. هناك بعض الشفرات يجب هناك أن تتواصل مع تلك الأجيال. ونعم، بين تلك الأجيال هناك تقارب. من المهم جدا أن هؤلاء اللاعبين لن تعلمهم كرة القدم فقط، لأنهم محترفون. عندما يكونون إلى هذا المستوى، هناك الإدارة، تأتي الإدارة وتريهم الطريقة الصحيحة للفوز. واجب أن تكونوا قريبا إليهم وتريهم في نفس الوقت الانضباط. وإذا نجحت في ذلك دون حدوث مشاكل، إذا سوف تفوز بقلوب هؤلاء اللاعبين. كمدير لا يجب أن تنسى هنا، إنهم هم اللاعبون، إنهم هم الذين في الملعب. نعطيهم التوصيات، نعطيهم خطط، ولكنهم في الملعب. وإذا كان اللاعبون في صفك ويقبلون الخطة وإدارتك، فسوف تفوز بنسبة 70% من المباريات أو من المباراة. إنه مهم جدا. وصحيح، وقيمة المدرب وليد الرجراجي مش في التعامل النفسي مع المجموعة فقط، ولكن ذكائه في التعامل مع الإعلام والتصريحات الصحفية في المؤتمر الصحفي بعد المباراة. الراجل في عز نشوة الانتصار بيؤكد أننا لم نفعل أي شيء بعد، وأن احنا لازم أن احنا نفكر في المباراة القادمة أمام كندا، وأن هو ماتش مش هيكون سهل. وده بيوريك أن المغرب تمتلك مدرب تم تأهيله بشكل جيد جدا على كل المستويات، على المستوى الفني، على مستوى المان تو مان مانجمنت أو التعامل مع اللاعبين، على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي، وكيف يستخدم الإعلام في التحضير للمباراة القادمة. كابتن عبد السلام، عايز أسألك عن مواجهة كندا. وطبعا يعني النهاردة كندا بدأوا أمام كرواتيا بداية سريعة جدا وبداية قوية جدا، وقدروا ان هم يتقدموا، ولكن طبعا خبرات المنتخب الكرواتي قدرت ان هي تحسم المباراة في الريمونتادا، وعودة تاريخية للمنتخب الكرواتي. النهاردة يعني حصل إصابة لبونو الحارس المرمى المغربي، أو إعياء، حالة إعياء قبل المباراة مباشرة، وشارك بدلا منه الحارس البديل منير محمدي. لو أنت مكان وليد الرجراجي كابتن عبد السلام، هل تشرك ياسين بونو مرة أخرى في المباراة القادمة كأساسي في حال جاهزيته، أم الاعتماد على منير المحمدي مرة أخرى؟ نعم، إنه سؤال طيب. ونعلم ميدو إنه في النظام، تعلم هناك بعض المشاكل التي قد تحدث وحقيقة الاختيارات، ولكن أعتقد في موضوع وليد الرجراجي وفي ذهنه، وبونو هو رقم واحد من المهم جدا. هناك بعض التعقيدات، ولكن عقلية حارس المرمى لا يجب أن يعرف موقفه، إنه موقف فريد من نوعه، ليس كاللاعب. اللاعب تعتبر منافسة ويعتبر ذلك أداء عادي، ولكن الحارس يجب أنه هو رقم واحد. ورجراجي
الأوراغي قبل اختيار حارس المرمى قد تكلم مع حارس المرمى الثاني وقال له ترتيبك الثاني، وهذا لا يعني أنه سوف يكون هناك عدم شغف، ولكن سوف يلعب لعبة جيدة مباراة جيدة. وبونو إذا كان مستعدا سوف يلعب، لأنه هو رقم واحد، ويجب أن نهنئ الحارس المرمى الثاني لهذه المباراة الرائعة. كابتن عبد السلام ود نجم المنتخب المغربي الأسبق، بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا، وبنتمنى التوفيق للمنتخب المغربي، وإن شاء الله بإذن الله المنتخب المغربي هيكون ليه حظ في التأهل لدور 16، وبإذن الله هيكون موجود على الأقل في دور الثمانية بإذن الله في الكوارتر فاينل. بشكرك كابتن عبد السلام. ونتمنى نتأهل، لأن كندا مباراة كندا لن تكون باليسيرة. إن ذلك الفريق هناك لاعبون متميزين وصغار السن ويلعبون للفوز، هناك في بعض قلة من الخبرة. نريد أن نكون أشد الحرص للاستمرار بالانضباط واللعب للفوز بإذن الله تعالى. شكرا كابتن عبد السلام.